رحلته في مراسم تدشين واحد من بين أكبر المراكز التجارية للأعمال بأبوظبي، وذلك بدعوة من سمو الشيخ محمد بن راشد آل نهيان ولي عهد أبوظبي. ويقوم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله بزيارة خاصة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بدعوة كريمة من أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حاكم أبوظبي، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي. التفاصيل. يقوم جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمشاركة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي في مراسيم تدشين أحدث مركز تجاري عالمي متعدد الاستخدامات في قلب أبو ظبي، وذلك بحضور عدد من الشخصيات السامية. يقوم جلالة الملك محمد السادس وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بجولة في أروقة وردهات المركز التجاري الجديد، طلع خلالها على المحلات التجارية التي توزعت على جنباته، حيث يضم المركز 130 مركزا تجاريا من أشهر العلامات التجارية العالمية والمطاعم الفاخرة. كما تابع جلالة الملك وسمو ولي عهد أبوظبي شروحات ضافية حول الخصائص التقنية والتنظيمية المتطورة جدا التي يتوفر عليها هذا المركز، والتي تجعل منه معلمة مرجعية على الصعيد الدولي في هذا المجال. وقد شارك في حفل الافتتاح الرسمي للمركز التجاري العالمي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، والسيد خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والسيد محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسؤولين والفعاليات السياحية والاقتصادية ورجال الأعمال. بعث صاحب الجلالة